رتب القوات المسلحة الملكية المغربية. تخضع رتب القوات المسلحة الملكية المغربية لنظام التصنيف الثلاثي، ألا وهو الشق البري أي الميداني والدرك الحربي وقوات المشاة، والشق الجوي بما فيه القوات المسلحة الجوية والدرك الجوي، وشقه البحري أي القوات البحرية. تعد أعلى رتبة في الجيش المغربي من نصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الملك محمد السادس من بعده الجنرال، كما تخضع التسميات للنظام الفرنسي. تابعوا معنا ترتيبهم. الترتيب يكون من أدنى رتبة إلى أعلى رتبة. ضباط الصف والجنود. أولا رتبة جندي، صلدة، وبعدها رتبة جندي أول، ثم تليها رتبة كابورال. كابورال شيف، سيرجون، سيرجون شيف، وبعدها سيرجون ماجور. تليها رتبة أجودان بالنجمة البيضاء، وبعدها رتبة أجودان شيف بالنجمة الصفراء. لنتكلم الآن عن صنف الضباط، وهو مرتب أيضا من أدنى رتبة إلى أعلى رتبة. تابع. أول رتبة من رتب ضباط الجيش الملكي المغربي هي سوليوتنون، وبعدها رتبة ليوتنون، ثم لتليها رتبة كابيتان. كل هذه الثلاث رتب بخلفية زرقاء، لتليها رتبة كوموندون كما ظاهرة في الصورة. رتبة ليوتنون كولونيل، رتبة كولونيل، وثالثا رتبة كولونيل ماجور. جنرال دي بريغاد، جنرال دي ديفيزيون، جنرال دو كور دارمي. الاختلاف بين هؤلاء الثلاث رتب يكمن فقط في النجمة البيضاء التي تظهر أمام سنابل القمح. وأخيرا أعلى رتبة في الجيش المغربي هي رتبة ماريشال، الجنرال دارمي.